هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا شكون ما شافش السيت كوم جمعي فاميلي اللي فيه صالح وقروت؟ طبعا الناس دائما يحتفظوا باسم صالح وقروت لانه من الكوميديين الكبار تاع الجزائر. وصالح وقروت برز في عدة مسلسلات لأنه كاين ناس اللي تكتب سيناريوهات قوية. من ضمن الناس اللي يكتبوا السيناريوهات قوية محمد شاشال. ناس ما تحفظش الاسم، ما تحكمش الاسم، لأنه في بلادنا وعلى كل ماشي غير في الجزائر دائما إذا أغنية نجحت الناس تحتفظ باسم الأغنية وبالمغني، العنوان تاع الأغنية والمغني يحتفظوا به. أما المغني ما نحتفظوا، صاحب الكلمات وكان بزاف ناس يحبوا لا شونسون ا تيكست كلمات، ما عرفوش شكون كتب الكلمات. نادرا ما مثلا في مصر هما اللي يعطيو قيمة للي يكتب الكلمات. دائما لما مغنية او مغني يدير كي يقول لك كلمات فلان والحان فلان دائما يبان. احنا في الجزائر لما نعملوا مسلسلات ما نسمعوش صح شكون يعني صحاب هذا السيناريوهات. الجمعي فاميلي السيناريو كتبوا محمد شرشال. محمد شرشال اليوم وش راه يدير؟ وين راه؟ السيد دار مسلسلات أخرى ودار أفلام ومسرحيات، يعني عنده أعمال، ولكن في بلاد اللي ما فيهاش إنتاج، ما كاش إنتاج سينمائي، ما كاش إنتاج مسرحي، طبعاً بلي ما فيه حتى إنتاج، حنا ما نجوش حتى لحبة القمح نروحو نجيبوها من كندا، العدس ما نجوش في بلادنا، فما بالك باش ننجو حنا أفلام، بالرغم أنو الجزائر كانت رائدة. اي باش نتكلموا لما نتكلم هذا مش يقول لك جيبوا هذاك، لا الجزائر كانت رائدة في الانتاج السينمائي. شكون ما يتذكرش لا نوي ا بير دو سولي اللي يخشى من الشمس، لعبت فيه مصطفى كاتب الله يرحمه، الفيلم كان مصطفى ديع، من أقوى الأفلام. شكون اللي ما تفكرش فيلم الشابوني تاع محمد بوعماري؟ شكون اللي ما شافش باترياليس تاع العسكري؟ شكون نبداو نجبدو ونرحبو إلى الفيلم الإفريقي المغاربي الوحيد اللي نال لا بالم دور مهرجان كان، كرونيك دي زاني دو براز تاع محمد الخضر حميد في سنة 75. شفتوا وين كنا؟ قمة، حتى ما عدا هاد القمة. وكان إنتاج السينما، كان ديوان الوطني للإنتاج السينماتوغرافي ما قرطيع في بن عكنون، وكان ثاني في قدام شارع دشمورات في احدى طرقات تخرج للحسن بن بوعلي، كان ثاني لهيه مقر انتاج تلفزيوني ما شاء الله. كان يعني
إنتاج، كانوا فنانين. اليوم ما كان والو، اليوم ما كان حتى شيء. سي نورمال كو سي محمد شرشال ما يسيب والو، ما ينتج والو، يخدم تاكسيور. حتى وين كانت خدمة تاكسيور شعيب ممتلئ، ماهوش ماهيش مهنتو السيد هذا، السيد هذا ماهيش مهنتو. يعني اليوم فات ستينات في عمره، يسيب روحه خلاص، يعني ما بقالوش امل وطموح باش يعمل فيلم، باش يزيد يكتب، باش يزيد باش يزيد. يعني انا في صديق عزيز اللي هو يعني ولهني ليه وبعث لي بعد اثر عليه، يقول لي هو من اكبر المخرجين الجزائريين الذي تحاربه العصابه. علاش تحاربوا العصابه؟ عصابه العلايا، وتنتقم منه بسبب انه كان من مؤسسي حركه بركات ضد العهده الرابعه لبوتفليقه، وبقي في طليعه المناضلين بفنهم المسرحي المتميز الى غايه اندلاع الحراك في 2019، حيث كان في صفوف المتظاهرين ميدانيا الى ان سرق المقبور ثورة الشعب. ومن يومها بدأت محاصرته ومساومته على التخلي عن مبادئه، فلم يرضخ. محمد شرشال كاتب سيناريو السلسلة الشهيرة جمع فاميلي، ومخرج مسرحيات ما بقات هدرة، وبعدها جي بي اس التي نالت جائزة أحسن عرض عربي متكامل في الأردن قبل سنوات قليلة، لم يعد مقبولا في المسارح الجزائرية لأنه حراكي، ومسرحه المبتكر الذي تجاوز اللغة ويقوم على الإيحاءات والحركات فقط صار خطرا على العصابة. قبل عام لجأ إلى مسرح تيزي وزو لإنجاز مسرحيته الجديدة ميطا لاستكمال ثلاثيته، وبعد الشروع في التحضير جاءت التعليمات، تسمع مليح، جاءت التعليمات لوقف المشروع، ولأن مصدر دخله هو الفن فكل الأبواب مغلقة في وجهه. هذه سياسة التجويع، شفاو ولد الحرام اللي راه يقبل في السجن. مدويح اللي يقول لك جوع كلبك يتبعك للدار باب الدار، هذا هو المبدا اللي يعملوا به ولد الحرام، حابين يستعملوه ضد محمد شرشال. مادام السيد هذا رزقه جاي في الفن، نغلق له كل البيبان، جوعوا. ولكن هذا ما تبحرش باب الدار، لأنه هذا يا راجل في حل. هذا كان المثل اللي يقولوا يعملوا بيه تبع كلبك تبع جوا كلبك تبعك باب الدار، ما ينطبقش على الرجال الأحرار. داير تقول هذا من الأحرار، هذا كان من وجهه البارزة في الحراك، وكان من مؤسسي حركة بركات، يكفي باش تعرف هذا. إذا السيد هذا لما جوعوه ما رضخش، ما انبطحش، مشى يخدم تاكسيور. هذا هو ماهوش خاسر، هو رابح، راسو ديما مرفوع. إذا كي يخدم تاكسيور يطلع مع الناس كدا يضحك منا، بالو مرتاح، ما ينبطح حتى واحد. بعكس اللي دمروا مشروع، يعني مخرج ناجح على الصعيد العربي، دمروه وحولوه وجعلوا منه سائق أجرة. هذا شرف له على كل حال، ولكن بصمة عار على جابين كل من عنده
يد في هذا التدمير. هذا على كل الملك المالكي ما ننساش بلي هذه عصابه الدمار الاستدمار. سي نورمال يدمر مسرحي وكاتب سيناريوهات ناجح. كل حال حراك لابد ان يعود الرجال اللي مثل محمد شرشال يبقاوش عايشين على خيبة أمل. يقولوا ضحينا بوريا كما ضحاو جدادنا وبأنا من أجل الاستقلال. بوريا اليوم يلزم حنا نعاودوا نجيبوا هذا الاستقلال ونعاودوا نحاوزوا الاستدمار. لابد من رحل الاستدمار لابد وهذا الاستدمار باش ما يرحلش قاعد يناور. ودوك نحكي لكم احدى مناوراته اللي اليوم خرجت يوم صارت بعد الجنبل.